طيب دلوقتي لو انا بتكلم بقى على التو افكتس مع بعض، انا عندي تي 1 ريلاكسيشن وعندي تي 2 ريلاكسيشن، هما الاثنين بقى بيشتغلوا ازاي مع بعض؟ هنلاقي ان احنا بيسكلي عندنا التي 2 بيشتغل في الاكس واي بلين، والتي 1 بيشتغل في الزي اكسس. اوكي، يعني بمعنى السيجنال بتاعتي في اللي موجود عندي في الام اكس واي بتقل بالشكل ده، والماجنتايزيشن بتاعي في الزي دايركشن بيتغير بالشكل ده. احنا تاني ما بنشوفش اي حاجه في الزي، كل اللي بنشوفه بيبقى في الاكس واي، يعني الحاجه اللي نقدر نقيسها هي في الاكس واي. فمعنى كده ان احنا في عندنا تو اندبندنت بروسيسز، واحده فيها لوس اوف ام اكس واي يعني ام اكس واي بتاعتنا بتقل، والثانيه في جين اوف ام زي يعني ام زي بتاعنا بيزيد. اوكي، طبعا الحاجه لازم نبقى واخدين بالنا منها كويس قوي ان هم دول اندبندنت، معنى كده ان الحاجه اللي بنخسرها هنا مش هي اللي بنكسبها هنا، احنا بنخسر هنا اكتر بكتير قوي ما بنكسب هنا. اوكي، يعني باخد وقت كتير قوي اكتر في الام زي عشان اوصل ان انا ارجع تاني زي ما كنت، عن ان انا اخسر الام اكس واي كلها. اوكي، فمعنى كده ان انا لو بتكلم على الماجنتايزيشن بتاعي بيحصل ايه في لما بعمل مثلا 90 ديجري بالس، هلاقي في الاول خالص بعد الار اف بالس على طول هلاقي ان انا الام اكس واي كبير، اوكي، والام زي بتساوي صفر. اوكي، بعد شويه هلاقي الام زي كبرت شويه، ام زي صغرت، بعد شويه هلاقي ان انا الام زي لسه برضو بتكبر شويه زياده، والام اكس واي بتقل كمان زياده. في الاخر ام زي بتاعتي يعني في الاخر خالص بعد وقت طويل قوي ام اكس واي ديفينتلي بتساوي صفر، بس ايه بتكلم على ان الام اكس واي بتاعي بقى بيساوي ام اكس ام اكس واي بيساوي صفر، والام زي بتاعي تقريبا وصل للايه للنت ماجنتايزيشن كله يبقى في اتجاه الزي. النقطه بقى ان احنا لازم ناخد بالنا منها، النتيجه ان احنا عندنا اللوس ده بيبقى اسرع بكتير، ممكن يبقى في عندنا وقت يبقى في عندنا الام اكس واي بتساوي صفر ولسه الام زي ما وصلش، لسه الام زي مثلا نص الام زي او الام نوت اللي المفروض يبقى في اتجاه الزي. فمعنى كده بيبقى في عندنا خساره ان احنا ما عندناش اي حاجه، ما عندناش ماجنتايزيشن في اتجاه الزي، خسرنا ماجنتايزيشن في اتجاه الزي ومش كسبانين حاجه في اتجاه الاكس واي. فدي طبعا لازم ناخد بالنا منها في التصوير علشان نبقى ايه نبقى عارفين ان في وقت معين بيبقى في ماجنتايزيشن يعني في اتجاه ما نقدرش ان احنا نعمل له اكوزيشن، ما نقدرش ان احنا نعمل له فليبنج تاني.